وبأول فقراتنا لليوم وحنروح للحرف السورية التقليدية وتحت عنوان الإسهامات الجامعية الأكاديمية في التاريخ للقدس، افتتح معرض الحرف التقليدية السورية الشامل برعاية جامعة دمشق في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالتشارك مع مؤسسة القدس الدولية واتحاد المؤرخين العرب والاتحاد العام للحرفيين. صحيح رشا، ولنحكي أكثر عن هذا الموضوع وبشكل موسع بصرنا نرحب بضيفنا اللي صار معنا بالاستديو السيد عدنان تنبكجي، شيخ كار الفنون النحاسية والتشكيلية وأمين سر هيئة مدربي حاضن الدمر المركزية للفنون الحرفية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد. يسعد صباحك استاذ، اهلا وسهلا بحضرتك. وقت نقول حاضنة الدمر، نحن اليوم متعودين على بصمتكم وعلى وجودكم بكثير من الفعاليات وبكل الاحداث اللي عم تمر، ان كان بسوريا وخارج سوريا. كان للحرفي السوري دور كثير مهم. اليوم انتم كحرفيين وشيوخ كار رحتوا باتجاه القدس، اليوم عم نحكي عن خصوصيه كثير مهمه. بدايه خلينا نعرف اكثر بالمعرض. يسعد صباحكم جميعا. اهلا وسهلا. اول شيء احنا توقيت المعرض اجى يعني بالوقت المناسب، ان شاء الله ما تتكرر المناسبه، ان شاء الله بيكون انتصارات كبيره لاخواننا واشقائنا الفلسطينيين. المكان استراتيجي وكثير مهم بجامعه دمشق بكليه الاداب. العناصر المشتركه بهذا المهرجان غير القامات الكبيره من الاتحادات ومؤسسه القدس الدوليه واتحاد العام للحرفيين واتحاد المؤرخين، يعني كلها يعني شغلات بترفع من قيمة هذا المهرجان، والمشاركين والمشاركات الحرفيين والحرفيات يعني اللي اليوم حطوا بصماتهم العريقة بهذا المهرجان القيم. أول شيء في تزاحم كبير، المكان كتير مهم، في تبادل ثقافات، تبادل آراء، يعني في كثير محاور عم نكون عم تلاحظوا. أنتوا كأخبارية ما قصرتوا بهذا، وغطيتوا الفعالية بشكل جيد. كل مكان عند أي عارضة أو عارض بالنسبة للحرفيين وغير الحرفيين عم يكون في تكتل، لأنه في تجمع كبير من الطلبة، وهدول عناصر وهم عناصر يعني أو المستقبل الواعد. احنا بدورنا انا واحد من الناس ركزت على موضوع الشيء التاريخي بالحرف اليدويه، وهذا اهم وقت انه نحط احنا اثبات الوجود. عملت ايقونات لكل سوريا، كل محافظه بشو بتشتهر عملنا لهم ايقونات من النحاس. مثل شو استاذ اليوم؟ خلينا هيك ولو نذكر بعض الايقونات. مثلا للجامع الاموي، لاوغاريت، حطينا لقلعه حلب، لكل المحافظات. سعد حمص ما لها كان دور؟ كيف ما لها دور؟ أكيد احنا حكينا أنه لكل المحافظات السورية بالأماكن اللي تشتهر فيها المدينة، تشتهر فيها والعلامة، النقط العلامة حطينا هون، ونصرنا نشرح للطلبة وحتى للدكاترة اللي احنا بنستفاد منهم وكمان بنعطيهم معلومات مهمة. نعم. خلينا نحكي شوي عن خطوات التحضير لهذا المعرض، يعني بداية من خطوات التحضير للمعرض، بداية من الفكرة لحد موعد انطلاق المعرض. خلينا نقول يعني حسينا احنا كحرفيين لازم نقدم شيء لاخواننا الفلسطينيين، وهذا التوقيت اجى كثير مناسب لحتى نعبر عن شعورنا واحساسنا ونشرح لهم شو هي فلسطين. يعني اليوم اذا بتلاحظي بهذا المهرجان الطويل ما شاء الله وعنه ما يقارب 120 مشارك ومشاركه اللي كانوا مشتركين بالنسبه للحرفيين والحرفيات، معظمهم عم يحطوا اعلام فلسطين والكوشه الفلسطينيه وشيء بخص غزة والزيتون وشجرة الزيتون، يعني أعمال خشبية، أعمال من الصدف، كمان أعمال من النحاس، وفي شرح كثير عم يشرح الواحد من قلبه، عم يعبر عن تضامن والوقوف مع شعبنا الفلسطيني. رح نرجع أكثر نضوي على الأيقونات اللي حملت الرموز الفلسطينية، ولكن خلينا نبقى شوي بالمجال السوري. وقت عم نحكي حرف سورية ومعرض ثقافات متبادلة، خلينا نحكي اليوم شو أهم الحرف اللي كانت موجودة ضمن المعرض؟ شو تناولت؟ احنا الأهمية بتنطلق أنه كلهم مهمين، يعني احنا كان عندنا مثلا تنزيل الخشب، تنزيل الصدف على الخشب، يعني حرفة عريقة مهمة. صحيح. جدا. النحاس ومشتقاته، في عنا الطرق عن النحاس، في عنا الحفر عن النحاس، في عنا موضوع سكب المعادن وتشكيل المعادن من النحاس، في عنا موضوع كمان الخشب. الخشب محاوره كتير كبيرة، صاروا يساووا يعني تحف فنية خشبية رائعة جدا، واليوم في تطور وفي مواكبة للحرف اليدوية،
في بصمات الماضي، لكن في عنا مواكبة معاصرة، في عنا موضوع القيشاني كمان، في عنا موضوع الآلات الموسيقية، الزجاج المعشق، يعني في كتير حرف بتتعدل 33 34 حرفة يدوية كانت موجودة فيها. طبعا كلهم كانوا موجودين. عم شوف عاد الانثرتات، عم شوف اشغال يدوية حتى اليوم النساء كانوا عنصر فعال بصراحة، يعني كان وجودهم كتير كتير ممتاز. وورشات مصغرة عم تكون أثناء التجول عم يكون الناس، وفي صديقنا استاذ جميل صبوح نوجه له تحيه، كان عم يعطي الحان من الطابع الفلسطيني والطابع السوري المشترك بعزفه على النايك، يعني كان اجواء كثير حلوه و حتى لمسه حابه ناجح بامتياز هذا المهرجان الرائع. قديش اليوم مهم دور المهنه والحرفه في التعريف بالهويه والحفاظ عليها؟ طبعا هذا التاريخ، تاريخ المجد، يعني اليوم حرفه عمرها الاف السنين، وين هاي نشأت ومين عم يتابعها؟ صحيح. من الحضارات اللي مرت على سوريا، هاي نشأت بسوريا، هذا هو التاريخ تبعنا، يعني ما بيقدروا يتمسوا هذا التاريخ. لذلك احنا بهذا المهرجان حبينا نركز على الشؤون التاريخية بأيقونات من كل أنواع الحرف، وحصل والحمد لله نجح بامتياز. وأنا بنصح إخواني وأصحابي وأصدقائي وزملائي الحرفيين أنه يتابعوا بالشؤون التاريخية بصمات الماضي وتاريخ الأب والجد تبع كل حرفة اللي احنا عنا إياها، لحتى نعرف العالم كله أنه هاي هي سوريا وهي فلسطين وهي بلاد الشام وهي العرب، يعني هن لازم يعرفوا شو التاريخ القديم اللي احنا نرفع رأسنا فيه. أكيد أستاذ عدنان، بداية حديثنا حكينا أنه اليوم الحرفي السوري كان متواجد بجميع الفعاليات والأحداث. نعم. سواء مرقت بسوريا واليوم الأنظار كلها متوجهة نحو القدس، يعني اليوم لكم دور مثل ما نحن كعالميين لنا دور، كل حدا من مكان اليوم عم يقدر عم يحاول يقدم شيء من مكانه ليقدر يعلن تضامنه ويكشف هي الجرائم البشعة اللي عم تمرق بغزة وبفلسطين بشكل عام. اليوم دوركم كحرفيين اليوم كيف عم تأكدوا على دوركم بالنسبة للقضية الفلسطينية، موقف التضامن عن طريق عملكم؟ يعني احنا هذا اقل شيء من قدمه، هذا التاريخ اللي بدهم يحاربوه وهن عم يصنعوا وجودهم ويتمسوا تاريخ الاقدم ما رح يقدروا. يعني اليوم في توثيق لقصص كثيره قديمه احنا عم نعبر عنها بهي الحرف، بالاعمال الفنيه اليدويه، بالتحف الفنيه، الابداع عم يظهر اليوم. طيب وين تاريخه؟ في توثيق، هاي تاريخه فرضا من 1800 سنه لكن عم تنعاد بجديد، هاي تاريخه 1500، هاي تاريخ يعني ما قبل الميلاد، وين بدهم يجوا؟ ما راح يقدروا. هن عم يستعطفوا العالم بالاعلام تبعهم، وان شاء الله نحن بدنا ننتصر بوجودنا وباعلامنا وبتحفنا وبتاريخنا. احنا كحرفيين لازم نوصل، وهي الرساله وصلناها من خلال السوشيال ميديا، من خلال المحطات الوطنيه اللي عنا، عم نوصل اللي احنا باعلى صوت، عم نوصل بقوه، لانه هذا توثيق واضح، بينما هن عم يحطوا اكاذيب. احنا عنا التاريخ واضح وفي توثيق وكله هذا مسجل، بدنا نضل مسابرين وما بدنا نيأس وراح ننتصر، لانه وعد الله حق، انه يعني ان شاء الله رح ننتصر ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عدنان، بالاضافه لهي المعارض والاعمال اللي عم تقوموا فيها مؤخرا، توجهتوا بدورات تدريبيه حرفيه لذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. تحكي لنا عن هي التجربه واهميتها. والله انا متطوع لدى فريق لمه امل وبحييهم من خلالكم، لانه في عندهم احنا عم نتجه اتجاهين محورين بهي المجموعه العظيمه، مجموعة من درب فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا بلاحظ أنه في عنا فريق قوي ومتماسك وعم يتعلم هاي الحرف الحمد لله. أنا بعطي بدوري الحرف اليدوية ببساطة، واتجهنا لموضوع تدريب الأهالي. الأهالي عندهم شوق كتير كبير، يعني إحنا وقت عم نعطيهم، أنا بعطي المعلومة المتدرب المتدربة كمان بيكون معهم الأهالي، الأهالي بيستفادوا. أول شيء بيغزوا المعلومة بالبيت، بياخذوا ربما في شيء ناقص ما اخذوا المتلقين، يعني تبع ذوي الاحتياجات الخاصه، بيجوا دور الاهالي بالبيت. واتجهنا اتجاه ثاني على انه ندعمهم ونقدم لهم المواد الاوليه، وهن بيسوقوا هذا المنتج اللي بيسوقوه بايديهم، وهلا هن مشاركين بهذا المعرض، بيتجهوا على انه يسوقوه بالسوشيال ميديا
ولو كانت ارباحهم بسيطه لكن عم ينطلقوا وعم يستفادوا ان شاء الله، وانا بحييهم وبشجعهم وبشجع كل واحد عم يسمعنا من ذوي الاحتياجات الخاصه بحاضنه دمر. ان شاء الله عم نعمل لهم دورات كثير مهمه وبيستفادوا من خلالها، بيتعلم حرفه، وما يقول الواحد انا عنصر مالي فعال بالمجتمع، بالعكس هن عناصر فعاله وبيطلع منهم وربما يفوقوا على الانسان العادي. اكيد هي خطوه كثير ايجابيه اليوم دمج بالمجتمع، اليوم هذا الشخص تمام. هو ذوي احتياجات خاصه ولكن هو مبدع بناحيه ما، هذا الحديث مو تنظير، هذا حديث دراسات. اليوم الشخص اللي عنده عم يفقد شيء عم يكون عنده ابداع بشيء، وشفنا أيوة كثير قصص بعمليات الدمج نجحت ان كان بمطاعم ان كان بوزارات. استاذ عدنان، وقت بنقول حاضنه دمر نحن عم نحكي عن تاريخ كثير عريق، عم نحكي عن تراث سوري اليوم عم يتجدد ببصمة حرفيين عم يحافظوا على هاد خلينا نقول البصمة الموجودة بسوريا. اليوم خلينا نحكي اليوم عن حاضنة دمر، وضعها بشكل عام، مشاريعكم، هل صار في تحسن؟ هل الصعوبات اللي كنتوا عم تعانوا منها وقبل طرحناها نحن بصباحنا غير تجاوزنا جزء منها أو بعدنا بنفس المكان؟ لا والله الحقيقة احنا تجاوزنا. من وجه التحية الأستاذ ناجي حدوة رئيس اتحاد العام للحرفيين، وتحية للأستاذ لؤي شكو كما مدير حاضنة دمر، وشكر كبير للسيد وزير السياحة لأنه اليوم في اهتمام كبير بالحاضنة، ووعدنا كمان تصير مواصلات قريبا جدا إن شاء الله، هذا شيء رائع جدا أنه يكون في مواصلات للحاضنة. وزارة الاقتصاد دعمتنا كمان بموضوع الطاقة ولو كانت جزئية، الحمد لله في وعد كمان من وزارة السياحة أنه يصير إن شاء الله لاحقا كمان طاقة، والله عم يشتغلوا. وهلأ إذا بتلاحظوا أنه إذا بتزوروا الحاضنة بتلاقوا في تغيير للأحسن، ووجود الحرفيين اللي موجودين كانوا بتكية سليمانية يعني إحنا بنفخر فيهم بنرحب فيهم وبيزيد الإبداع. تم افتتاح اليوم الأجنحة اللي بتخص تكية سليمانية؟ طبعا هلا صار عندنا 40 شخص تقريبا حرفي وحرفيه بحاضنه دمر المركزيه. شو اضافوا اليوم للحاضنه؟ هلا زادوا مثل ما قلت لك بلخصها بيزادوا الابداع. ابداع نحن بنكمل بعض، يعني هاي التشاركيه كثير مهمه، ومكان الحاضنه استراتيجي وحن نستفاد كثير، يعني احنا بنفيدهم هن بيفيدونا، صارت الحرف تقريبا متكامله، يعني ما عاد في ولا حرفه ناقصنا بهي الحاضنه، وانطلاقها كثير حلوه، التحسن واضح، ومع انه الظروف كثير صعبه، يعني الظروف عم تكون معاكسه للحاضنه الا انه هي عم تنطلق. كنتوا قدها يعني مرقت الايام كانت اصعب من هيك وكنتوا قدها يعني؟ قدها الحمد لله، وهلا كمان يعني التعاون قائم من اتحاد الحرفيين، من اتحاد دمشق، اتحادات فرعيه، اتحاد ريف دمشق، كله عم يحطوا كيان لهي الحاضنه ويساعدوا هي الحاضنه، والوزارات كلها يعني ان شاء الله الامور كلها بتبشر بالخير. خلينا نرجع نركز استاذ عدنان على الدورات التدريبيه، لاحظت انه كمان في دورات محو اميه ودورات مختلفه عندكم ضمن الحاضنه، تحكي لنا شوي عنها. هلا دورات محو اميه بصراحه هن مو بالحاضنه، لكن ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله بفريق لمه امل عم يتابعوا موضوع الدورات محو الاميه، وانطلقوا فيها انطلاقه كثير حلوه، وعم يجوا ناس، يعني وقت الواحده بتكون ما بتعرف تقرا وتكتب بتخجل من نفسها، تروح على هذا الفريق الواعد اللي هني عم تتعلم، وكل الوسائل موجودة، يعني السيد المحافظ حسب معلوماتي أعطانا هاي المدرسة أنه نستعملها للتدريس، مدرسة عبد الرحمن الخازم عم تكون مكان للتدريس مجاني طبعا تطوعي كله، يا ريت كل وحدة من خلال شاشتكم الكريمة بتعرف شخص أو وحدة بدها تتسجل بهذا المكان لمحو الأمية مجانا، ومكان حلو وكله طاقة إيجابية إن شاء الله. دائما نحن متعودين على أعمالكم، متعودين على كل خطوة إيجابية رغم الظروف، يعني مثل ما قلت لك أنتوا قدها. خلينا نرجع شوي للمعرض، تم الافتتاح نهار الأحد ورح ينتهي مثل ما خبرتني الخميس، وقت بنقول أنه نحن ركزنا كانت الرسالة للقدس، اليوم في رموز نحن وقت بنشوفها بنقول هي للقدس، كوفية، حبة الزيتون، شو أهم شيء اللي تناولته بقلب المعرض كان خاص بالقدس؟ الموضوع الخشبيات كان مركز على يعني معظم الحرفيين والحرفيات اللي اشتغلوا بالقدس، العلم الفلسطيني عم يرفرف والعلم السوري موجود متواجد بجامعة دمشق، التعاطف اللي بالروح
يعني اليوم من روح الوحدة وقت عم تجي عم تشوف عالم فلسطين أو شيء بيخص فلسطين وغزة تحديداً، غزة تحديداً بتلاقيهم عم كأنه الروح عم تتخاطب بدون حكي، الأرواح عم تتخاطب بهذا التعاطف، تعاطف الحق. وبالإضافة إلى الأيقونات السورية، لأنه إحنا اليوم نسيج مجتمع كامل خاصة بلاد الشام. يعني أنت وقت تروحي اليوم لبنان، فلسطين، الأردن، الشام أو سوريا بشكل عام، ما بتحسي أنه هذا المكان ما له شبيه بهذا المكان. الطقوس متشابهة، البناء المعماري متشابه، الناس متشابهة، العادات والتقاليد فيها تشابه، الأمور الحمد لله اليوم في تكاتف، في تعاطف، في تلاحم، والحرفيين بيلعبوا دور كتير، كل واحد من مكانه مثل ما قلنا الناس اليوم. أكيد أستاذ، يعني هلأ بظل الأحداث الجارية بفلسطين كل شخص من منبره قادر أنه يوصل الرسالة، يوصل الصوت، ودور الحرفيين اليوم كتير مهم، وخصوصا هذا المعرض يعني للتأريخ للقدس وأيضا لسوريا. هل في معارض لاحقة ممكن بخصوص فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ احنا يعني انا واحد من الحرفيين، معظم اصدقائي كمان عم يعملوا اعمال، كل واحد عمل بخصه عم يعبر عن حرفته لموضوع القدس ولا فلسطين. ان شاء الله انا يعني بحدود العشر 12 يوم بيخلص هذا العمل تبعي، حاطه من النحاس عملناه مع فريق عملي بوجهله تحيه بما يخص موضوع القدس والاحداث اللي صارت بالقدس. هاي رساله يعني صامتة معبرة من خلال هاي الحرفة اللي أنا عم بعملها، إن شاء الله بتكون بتصل للعالمية، لأنه إحنا رسالة واصلتنا، الرسالة بدنا نوصلها لكل العالم. شوفوا اللي عم يصير، فتحوا عيونكم، مزبوط حاجة التعاطف اللي المعايير المزدوجة اللي أنتوا عم تساووها، والظلم ما بيدوم. رسالة رح نوصلها وبتوصل من خلال كل واحد حرفي. أنا واحد من الناس مشارك بعمل كتير مهم بما يخص موضوع فلسطين والترابط السوري اللي من ما نشأت سوريا من التاريخ، هو التلاحم مع الشعب الفلسطيني. أكيد أستاذ، هاي القضية نحن ربينا عليها، واليوم هي قضية خلينا نقول من أهم القضايا، القضايا الوطنية الثابتة. خلينا بعيدا عن حاضن الدمار وعن المعرض، اليوم حضرتك باسمك ما فينا ما نوقف اليوم عند أيضا أعمالك الخاصة، يعني اليوم حضرتك من شيوخ الكار اللي دائما إلون بصمة على المستوى السوري دوليا. خلينا نقول مؤخرا شفنا الشطرنج السوري الثلاث لاعبين، وهي كانت خطوة كتير مهمة، يعني بجوز الفكرة ما تكون كتير مفهومة لأنها ما كتير مطروحة أنه اليوم الشطرنج نحن متعودين أنه لاعبين. نعم. هل في جديد لحضرتك على المستوى الشخصي؟ هل رحت لتطوير الفكرة القديمة، أو في عنا اليوم نحن مشاريع جديدة عم نحكي على صعيد الشخصي اللي عدنان تنبكجي؟ حكيتي عن الشطرنج، أنا ما فيني ما أحكي عن الشطرنج بصراحة، لعب دور كتير مهم بهذا المعرض لأنه فيه رموز تاريخية كثير مهمة. صحيح. يعني بيجوا بيتكاتفوا وبيعدوا بالطلاب والطالبات، حتى الدكاترة الجامعة، وقت أنا عم بشرح لهم عن موضوع الشطرنج السوري اللي سميناه ووثقنا موضوع الشطرنج السوري، وبحكي على كل رمز من هاي الرموز اللي احنا بنرفع رأسنا فيها، عم يستغربوا وعم ينزهلوا الناس الموجودين مو بس بالتحفة وإبداع التحفة وبالحرفة كيف صارت بتفاصيلها، ولكن بالرموز. نحن ما رح نوقف ونضل مستمرين، وبكل معرض وحتى لو ما في معارض نحن بننشأ معارض، ورح نتمنى انه تصير المشاركة بالمعارض الدولية وترجع يصير احيائها، والمشاركة السورية فعالة. ما في حرفي ما عنده نشاط، لانه هذا التاريخ تبعنا. اول شيء بدنا نتابع حرفتنا ونوثقها بشكل اكبر ونطورها ونعاصرها، ثاني شيء هو مصدر العيش ومصدر الرزق. انا واحد من الناس يعني اذا ما اشتغلت اكيد ما فيني اكل وما فيني اعيش فريقي واسرتي، عشان هيك انا اول شيء بحب الحرفه والتحفه تبعي، بنطلق فيها للعالميه والحمد لله وصلنا، لكن ما وقفنا، بدنا نضل عم نتابع في تطور وفي معارض كثير مهمه داخليه وخارجيه، ان شاء الله بنخبركم عنها فيما بعد ان شاء الله. لكن اليوم هيك وقت تنشغل كل قطعة أو كل أيقونة، أو حتى وقت الدورات التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وقت بتشوف إنجازات يعني بعد ما تدربوا وعملوا شيء هيك بحب، قديش أنت بتكون مبسوط بهدول؟ والله يكون مبسوط، وأنت بتصنعي السعادة مع ناس كتير مهمين وبيحتاجوا هذا هي السعادة حتى يكونوا عناصر مهمة بالمجتمع وما بيقلوا عن غيرهم. يعني خطوات حلوة وبتشعري من جوا بالسعادة، هون بيكون وصلك حقك. يعني مو موضوع بس مادة، لا ما في مادة بالموضوع، لكن هذا الإحساس الحلو اللي كل واحد بيحسه وقت عم يعطي،
اقوى من الماده، لانه هي البصمه اللي هو بيتركها وهذا التاريخ والسمعه الحسنه. خلينا نحكي اليوم عن حاضن الدمر والمنافسه الايجابيه الموجوده داخل الحاضنه. اليوم حضرتك عندك فريق عم تصدر لهم اعمالك، عم تعطيهم من روحك. اليوم وقت اللي بنحكي ابداع بنحكي عن الروح طبعا، يعني اي شيء بنبدع فيه بنكون ارواحنا متعلقه فيه. حضرتك اليوم ما كنت بخيل او ما بخلت بهذا العلم وهي الثقافه. اليوم ضمن الحاضنه هل عم تكون المنافسه موجوده؟ خلينا نقول بالناحيه الايجابيه بهدف التطوير. ميزة الحاضنة بهذا التنافس الحلو، يعني ممكن بغير أماكن عم يكون التنافس ربما يولد يعني نوع من المشاكل. بالحاضنة أي غير المحبة. عنا الحمد لله في أول شيء أصدقائنا الحرفيين وشيوخ الكار في تفاهم قائم، يعني أحيانا بنعمل جلسات بعيدة عن العمل بتولد طاقة بتولد محبة بتأثر على جو العمل. جو العمل معناتها في طاقة حلوة، معناتها في طاقة حلوة في إنتاج، المكان ملائم يعني في اتساق. بعدين انا وقت اليوم بينقصني اي شيء، مفروض انا بشتغل بالفنون التشكيليه والنحاسيه، بينقصني شيء مهم، فرضا بدي انا ادمج عمل الصدف، بروح عند صديقي، صديقي بيجي لعندي، في هون هذا المركز التجمع اللي بيكون فيه اكثر من 30 حرفه، بدنا نساوي دمج، الدمج عم يكون سهل، نتبادل الافكار، نتبادل الثقافات، نتبادل المواد الاوليه. نقصني انا قطعه، بدل ما انا اذا بمكان بكون بعيد راح اوقف العمل، لا هون باخذ من عند صديقي، باخذ من عند زميلي وهو بياخذ من عندي. في عندنا تشاركيه كثير حلوه وفي انتاج وفي ابداع، لانه هذا المكان بيعطيك هي الطاقه الحلوه. طالما القصة تشاركية بتحسي ليلى انه دائما في شيء ايجابي يعني تمام بكل مجالات العمل. أكيد حلوة التشاركية وحلوة، أكيد بدنا نتشكر دورك ونتشكركم على هاي المعارض عم تقوموا فيها والتوثيق، وأيضا فيما يخص القضية الفلسطينية. شكرا كثير لك أستاذ عدنان تنبكي. الله يبارك فيكم، بتشكر الأستاذ أو الدكتور عمار النهار على هاي الدعوة تبع معرض مهرجان، كثير مهم، وبدعي من خلالكم أنه كل الناس اللي ما أجوا وشافوا هذا المهرجان الكبير يتشرفوا لعنا ويشوفوا هذا الإبداع الحرفي القائم من خلال ما يقارب 120 حرفي وحرفية، وموجود هذا المعرض أو قائم ليوم الخميس. شكرا لك أستاذ عدنان، بالتوفيق، ودائما هيك بنتمنى نشوفكم تحت الضوء دائما، ومن خلالنا أيضا بندعو لكل حدا اليوم عم بشوفنا حضور المعرض هو مستمر ليوم الخميس. شكرا لك.